اهلا بكم، معكم كوتش جلال. احنا في صالة ريل بوكسينج اونلي في دبي. بيكون عندنا سلسلة فيديوهات تعليمية للبوكسينج. اليوم راح نشوف اول تمرين اللي هو الوقفة البوكسينج والتحرك للامام للخلف والجانبين. وهل الغرض معنا محمود. شكرا محمود على المساعدة. شكرا ان انتم تدونا الفرصة. وقفة البوكسينج، الرجلين مباشرة للأمام، الأصابع مباشرة للأمام، قياس الرجلين على قياس الأكتاف، بتقدم خطوة للأمام. إذا أنا أيمن بتقدم خطوة للأمام، إذا أنا أشول بيكون العكس، بتقدم خطوة للأمام بعدين بلف على جهة اليسار لأنه محمود أيمن. الرجل الأمامية بتكون مباشرة للأمام، الرجل الخلفية بتكون تقريبا على الساعة 2 بهذا الشكل. الركب مطوية بشكل خفيف، الكوع الاثنين داخل مغطين الأضلاع، والإيدين على المستوى الوجه مغطين الجانبين من الوجه. الرأس مش مباشرة قدام، بس بيكون الفك بشكل داخلي شوي، بيكون الفك مغطي داخل. وبهالشكل راح نبدأ نتقدم للأمام وللخلف. الآن احنا بوضعية الملاكمة، الوضعية الأولى للملاكمة لأي ملاكم مبتدئ. الإيد قريبة من الوجه، مش على الخد، قريبة من الوجه. الكوع مثل ما قلنا عند الجسم، الرجلين الاثنين مطويات شوي. حركتنا للأمام راح تكون اليسار أول شيء بيتحرك، أول رجل بتتحرك، بعدين بتتحرك اليمين. اليسار بتكون على شكل خطوة كاملة، فول ستيب، بعدين بتتبعها اليمين هاف ستيب او نصف خطوة. اوكي، واحد اثنين ثلاث. اهم حاجة بالموضوع لما اتحرك قدام او اتحرك ورا دايما بيضل في خط بين الرجلين، ما احط رجلي على الخط ابدا، دايما بيكون في خط بين رجلي، اليمين على اليمين الخط ويساري على يسار الخط. كانت هاي الحركة للأمام. الحين بنمشي حركة للخلف. لما نمشي للخلف الخلفية بتتحرك الأول خطوة كاملة وتليها وتتبعها اليسار، أو ممكن تكون اليمين لو الإنسان أشول، تتبعها الرجل الأمامية بهالطريقة هاي. One step full step back half step، خطوة كاملة نص خطوة، خطوة كاملة نص خطوة. ودايما نتأكد من وضعية الإيدين، وضعية الكوع، وضعية الركب، ووضعية الخط اللي بين القدمين. حركة بتكون حركة على الشمال وحركة على اليمين، خطوة الشمال وخطوة اليمين. راح نشوف حاليا الطريق. بخلي وضعية الملاكمة العادية اللي بنعرفها، دايما اتشيك على البوكسين ستانس، على الرجلين، كل شيء واضح، كل شيء اوكي. وضعية الرجل تكون شوي لافة، وضعية رجل الأمام تكون مباشرة للأمام. هاي كل أشياء هذه بنشيكها قبل ما نتمرن. لما أروح يسار، حركة الخطوة اليسار في البوكسينج بحرك اليسار الأول، هاي قاعدة. لما بتحرك اليمين بحرك اليمين الأول، اليسار يسار الأول خطوة كاملة وبعدين بتليها اليمين نصف خطوة. واحد اثنين ثلاث. بعدين الحين راح نمشي جهة اليمين، جهة اليمين نفس الشيء، بحرك اليمين الأول خطوة كاملة وبحرك اليسار بعدها نصف خطوة. واحد اثنين ثلاث. المهم بالموضوع في الخطوة هاي، لما بكون بتحرك يمين أو شمال عندنا الخط اللي بتشوفوه، نفس الخط اللي بيفصل رجلية أو الرجلين للأمام والخلف بيفصلهم في الجانب. يعني اليسار بتكون قدام الخط واليمين تكون ورا الخط. يعني مش ما احط رجلي على نفس الخط، دائما يسار قدام ويمين ورا، سواء امام الخلف او للجانبين. شكرا. الحين عندنا الحركه نفس الشيء، حركه للامام للخلف لليمين لليسار بالبوكسينج بوضعيه الملاكمه، بس بالمرحله هاي راح نزيد شوي السرعه، بنكون اسرع في الحركه. الحركة الأمامية والخلفية دائما شفنا لما نكون ماشي للأمام اليسار تتحرك الأول، لما نكون ماشي للخلف
لمين تتحرك الاول. لما نكون ماشيين على الجهه اليسار، اليسار تتحرك الاول، او العكس بتكون لمين حركتها اسبق من اليسار، خطوه كامله ونصف خطوه بتتبعها. راح نلخص الامور كلها هاي وبنمشي على الخط للامام. دائما الخط يكون بين القدمين، اوكي. بمشي للامام لتسهيل الحركه تكون اسرع. لازم اكون على المشط، على الامشاط، ما تكون رجلي على الارض، بيكون صعب الحركه. بتكون على الامشاط وبتحرك 1 2 3 وبرجع 1 2 3. ودائما وضعيه الدفاع دائما مسكر على وجهي، القلبو الكوعين داخل، واتحرك 1 2 3 1 2 3. بنغير الجانبين نفس الشيء، على الامشاط اليسار الاول على حركه اليسار، واليمين الاول اذا بمشي لليمين 1 2 3 1 2 3. يلا تحرك تمام على الامشاط، على الامشاط، ما تحط الكعب على الارض، على الامشاط 1 2 3 4. مره ثانيه على الامشاط، يسارك الاول، يسارك الاول، ارجع باليمين الاول 1 2 3 4. الحين حرك اليسار الاول 1 ايوه 2 3 4. اوكي لف شوي، خلينا نسوي على الجانبي، حرك اليمين 1 2. خليهم ماشيين، الحركه متواصله، حركه متواصله على اليسار 1 2. دون كروس، ما تحط رجليك بنفس الخط، خليهم دائما يمين على اليمين واليسار على اليسار. جو 1 2 3 ايوه سلسه، اكثر سلاسه، حركه عاد واحده ورا الثانيه من غير ما توقف، واحده ورا الثانيه 1 2 ايوه من غير ما توقف. ارجع ارجع ارجع، جو 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 جو، خلي دفاعك صحيح، خلي دفاعك صحيح، ايوه خلي اليمين على اليمين، اليمين على اليمين، اليمين على اليمين، يمين 1 2 3 4. يسار ورا بعض 1 2 3 4. اوكي كول. شوفكم بالفيديو الجاي.